هو سافر بقاله 20 يوم، وهو من يوم الموضوع الحادث ده واحنا بنتصل عليه ما بيردش. فاحنا النهارده يعني عرفنا النهارده الصبح، واخد بالك؟ فانا اتصلت على واحد صاحبي هناك فعرفني، قال لي بقى قائل الله ان صالح طاهر الصبح. يعني في ناس شافت في النشره عرفوا ان صالح طاهر هو باريس، شغال في باريس، شغال في البلاط. هو كان معاه واحد صاحبه، اثنين اصحابه كانوا بيتعشوا في المكان ده اساسا، وحصل اللي حصل. والله مكلمني من امتى، يجي اسبوع او 10 ايام كده هو مكلمني، وبعدين بيكلم الجماعه هو هنا على طول. بس هو من يوم الحادث ده هم بيتصلوا عليه، يعني مثلا يتصلوا على اصحابه يقول لك ده مثلا انت في مشوار بيداروا يعني هناك، مش عايزين يعرفوه. طلبتكم من السيد وزير الخارجيه استعرض الموضوع وعايزينه القنصليه بتتصل، القنصليه والسفاره بتاعتنا في فرنسا ما بتعملش اي حاجه لاي مصري هناك، ولا عرفتنا حاجه، ولا عرفتنا اي حاجه، ولا حاجه من ولا اي حاجه من الخارجيه. بيقولوا في التلفزيون ان احنا بنتصل بأهلنا. لا ما حدش اتصل بينا.